أهلا بكم أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج الموصل القديمة تستغيث. يعني عشنا مآسي. نعم. يعني خاتلين بغرفة ونقول يا الله نشوف. نعم. أموت ونطيب ما نعرف. أموت ونطيب ما نعرف. بس مسلميها بيد الله. ونعم بالله. والحمد لله والشكر. الحمد لله. يعني هاي شوف هاي يمكن ضربت صاروخين. صاروخين. يا أخي قبل كانت الناس ساكنة هنا، هسه من هجمة بيوتها، لا أكو تعويض. نعم. يرجعون على بيوتهم. تحولوا على ذاك الجانب وقعدوا وسكنوا. يعني ماكو شيء يشجع يرجعون هنا، لا اكو تعويض ولا المنطقه تشجع. يعني مثل هيك ساي ساقه، يعني هسه الطلاب ابتدائيه صغار يعني يجون من هنا، تعرف يدافع مرات يعني يقعد يساق هذا يتمرض اذا ما تأذى. يعني لو اكو تعويض شان رجعوا؟ اكيد يرجعون. سبحان الله، الدوله سبحان الله كلها ملتهي بنفسها. ما شغل التعويض من الدولة ما دولة ما تصير.